revision on lesson 2 attempts to classify elements. A scientist attempts to classify elements why to facilitate their study and the relation between elements, to make relation between physical and chemical properties for elements and facilitate their study elements. تمام؟ three attempts to classify elements. First, Mendeleev periodic table, Mosley periodic tables, modern periodic tables. تمام؟ first, Mendeleev periodic table arranged element ascending order according to atomic masses. But depend on according masses when arrangement elements. Okay. تمام. ده number one. Number two, Mendeleev discovered the properties of elements repeated periodically with the start of each new element. What's mean? What's about lithium, beryllium, boron? All same properties. When sodium, magnesium, aluminium, new properties. البوتاسيوم new properties. يبقى H new rule new properties. ده discover number two لمندليف. اللي بعديهم Rutherford discover protons in nucleus. استفاد منه scientist Moseley وعمل arrangement جديدة. Arrange ascending order according to atomic number. Mostly modification to Mendeleev tables. يبقى number one, arrange according to atomic number. Number two, add group inert gases. Number three, add في discover element after Mendeleev. يعني Mendeleev مات وفي elements جديدة discover. يبقى element discover after Mendeleev table has designed. تمام؟ طيب المودرن بريديك تيبل وموزلي قبل ما نخش على المودرن بريديك تيبلز قال ان ان الاتوميك نمبر اوف اتش ايليمنت اكسيدز ذا اتوميك نمبر بريسيدنج ايليمنت ان ذا سيم بيريودز. يعني هو الكلام ده معناه ايه؟ ان في انكريز في البيريود 1 الكترونز 1 بروتونز. يعني لو قلنا ان الليثيوم اكزامبل كده الليثيوم 3 بروتونز، هيجي بعديها البريليوم، البريليوم هيجي بقى 4 بروتونز، يبقى increase ايه؟ 1 electrons او 1 بروتونز، بيجي بعديها رون 5 electrons and so on. طيب عندنا المودرن بريديك تيبل، المودرن بريديك تيبلز ده يعني سيم mostly according to atomic number but increase method of filling the energy sub level with electrons. عمل ايه؟ sub level لل sub level للالكترونز energy جديده energy sub level جديده with electrons. الفيلينج بتاعتها ديت arrange according to filling the energy sub level with electrons. يبقى دي 3 attempts لل classify element. Okay. نخش على ال modern periodic table. عندنا 118 elements arranged in 7 periods horizontal rows. عندي 18 vertical groups in the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 دي period كده period rows دي period. عندي groups دي طيب ال periods دي arranged in 4 main block elements. هنا مثلا عندي البلوك element S و B D في الميدل. يعني S في الليفت B في الرايت في الميدل D وعندي البلو في F block element. تمام يا شباب؟ طيب الستيت بتاع اكزامبل كده للستيت للسوليد او ليكويد او جازس للاليمنت اللي موجوده في البريودك تيبلز
انا عندي السوليد اكزامبل ليثيوم صوديوم كربون، الليكويد اللي هو الاتش جي اللي هو الميركوري البرون، عند برومين سوري ان هو نون ميتال برومين. عندي بعد كده الجازز اللي هو الانرت جازز اللي هو الجروب اللي هو الايتين ده اللي هو الهيليوم والنيون والارجون اند سو اون. عندي في فايف نون ميتال اللي هو اكزامبل هيدروجين نيتروجين اوكسجين فلورين كلورين وهكذا سو اون. طيب هنبدا ستادي للاس بلوك اليمنت. الاس بلوك اليمنت دي فيها تو جروب اللي هو 1A و2A. تمام. الاول اليمنت بتبقى ميتال اكسبت هيدروجين، اكسبت ايه هيدروجين، يبقى كل اول ميتال هاي ميتال اول اليمنت ميتال اكسبت هيدروجين. تمام. لما نيجي نعمل كونفيجوريشن هنلاقي الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 1، يعني مثلا الليثيوم 3 هيبقى هنا الفيرست 2 والسكند بتاعه 1. هنخش على الصوديوم مثلا هيبقى 281، يبقى الاوتر موست انرجي ليفل لل 1A او النيم بتاعه او النون الالكالي ميتال ده الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 1 الكترونز. تمام. الجروب نمبر 2 او 2A ده اول ميتال، النيم بتاعه الكالاين ايرث، الكالاين ايرث ميتالز، الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 2 الكترون. لو جبت اي اليمنت من دول وعملت له كونفيجوريشن هيبقى 2 الكترونز. طيب عندنا البي، البي بلوك اليمنت دي فيها 6 جروب، البي بلوك اليمنت فيها 6 جروب. السكس جروب ده نون ميتال، في 7A عندنا 7A نون ميتال، وعندي ال 18 او الزيرو جروب. طيب عندنا 7A ده البيفور ذا لاست، بيفور ذا لاست جروب اللي هي هنا ده. تمام. ده نون ميتال، النيم بتاعه هالوجنز، النيم بتاعه هالوجنز. الالكترون كونفيجوريشن اند ويز 7 الكترونز، يعني الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 7. تمام. اكزامبل كلورين، يبقى كلورين 17 ويبقى 287. تمام. عندنا كده جروب زيرو جروب، الاليمنت اللي هي النيم بتاعها النوبل او الانرت جاز، الاوتر موست انرجي ليفل اند ويز 8 الكترون اكسبت طبعا الهيليوم، الهيليوم اند ويز 2 الكترونز. تمام. طيب البي بلوك اليمنت دي نون ميتال، الاوتر الكونفيجوريشن معظمه الكونفيجوريشن موستلي اند ويز 5 الكترون او 6 او 7 الكترون. وهنا انا ممكن من خلال الكونفيجوريشن اقدر افرق بين الميتال والنون ميتال. الميتال الاوتر موست انرجي ليفل يا اما 1 او 2 او 3، النون ميتال الاوتر موست انرجي ليفل يبقى 5 او 6 او 7. طيب لو هو 8، لو الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 8 يبقى ده يسمى النوبل جاز او الانرت جاز. طبعا من ضمن الحاجات اول ميتال او اول بروبرتيز موجوده في البي بلوك اليمنتس، يعني عندنا نون ميتال، عندنا الانرت جاز، عندنا الميتالويد. ايه الميتالويد؟ وعندنا طبعا في ميتال موجوده برضو في البي بلوك اليمنتس، اكزامبل الالومنيوم. الالومنيوم ده الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 3، ودوت من البروبرتيز بتاعه الميتال. الميتالويد دي كونتين ان الكونفيجوريشن بتاعها يعني موستلي فور الكترون بس مش شرط. تمام. يعني الاكزامبل بتاعها برون سيليكون جرمانيوم وهكذا. تمام. دي كلها في البي بلوك اليمنت. عندنا الدي بلوك اليمنت بتبقى موجوده في الميدل بتوين الاس بلوك اليمنت والبي بلوك اليمنت، وهي start from period 4، يعني 1 2 3 4 هنا period 4 هي بتبقى start من هنا. تمام. النيم بتاعها called transition element، transition element يعني هي تسمى
الترانزيشن عشان هي مش ثابته في مكانها، الالكترونز بيبقى اراوند الانرجي ليفل، بيحصل له ترانزيشن من انرجي ليفل تو انذر. تمام. عندنا بعد كده الاف بلوك اليمنت، دي بتبقى في البوتن، والاف بلوك اليمنت اول ميتال. تمام. هنا لما نيجي نعمل ديفر بتوين الميتال والنون ميتال، عندنا الليثيوم مثلا الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 3، الاوتر موست بتاع الصوديوم 1، البوتاسيوم هيبقى 1. يبقى لما يكون الاوتر موست انرجي ليفل عندنا 1 او 2 او 3 يبقى ده ميتال، لو عندنا 5 او 6 او 7 يبقى ده نون ميتال، لو عندنا الاوتر موست كومبليتلي فيلد يبقى دوت انرت جاز او نوبل ايه جاز. تمام. طيب انا الاليمنت هنا يعني كده انفورميشن كده او جيفن الاليمنتس اوف سيم بيريود سيميلار ان نمبر اوف انرجي ليفل. عندنا هنا برون لو عملت له كونفيجوريشن هيبقى 2 2 3 صح؟ طيب الكربون لو عملت له كونفيجوريشن هيبقى 2 4. انا عايز اقول ايه؟ ان هنا في 2 1 2 انرجي ليفل، هنا في 2 انرجي ليفل، يبقى في السيم بيريود النمبر اوف انرجي ليفل ايكوال سيميلار سيميلار ان نمبر اوف انرجي ليفل. يبقى انا لو جبت الانرجي ليفل البيريود اللي بعديها النمبر اوف انرجي ليفل هيبقى سيميلار. تمام. طيب بالنسبه للجروب بقى الاوتر موست انرجي ليفل او لاست انرجي ليفل النمبر اوف الكترونز بتبقى سيميلار. اثبت الكلام ده. ادي الليثيوم هيبقى 2 1. تمام. ادي الصوديوم هيبقى 2 8 1، مع البوتاسيوم اخره برضو الاند بتاعه هيبقى ايه 1. يبقى هنا الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 1 الكترونز في كل واحده من دول. اوكي اوكي ولا مش اوكي؟ طيب جه ساينتست جديد اسمه لويس. لويس ده قال لك انا عايز ابسط الامور، عايز اعمل سمبليفايد ميثود ريبريزنت ذا نمبر اوف الكترون ويتش ار فاوند في اللاست انرجي ليفل. بدل ما تكتب كل الانرجي ليفل، وانا هعمل هكتب هحط السيمبل وهحط دوتس او بوينتس اراوند السيمبلز دي من غير ما اعمل الانرجي ليفل الكتير اللي احنا بنعملها دي. ازاي يا عم لويس؟ لا لا بص، لو جبت مثلا الليثيوم، الليثيوم الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 1، انا مش هعمل الكي ولا الـ ولا الـ يعني البي 4 انرجي ليفل مش هعمله، هشوف اللاست وخلاص واشوف كام الكترونز فيه واحط بدلهم بوينتس او دوتس. تمام. هي هنا 1 يبقى احط دوتس، هنا 2 هنا دوتس، وبعد كده ايه في الليفت، وبعد كده ايه هنا 3 يبقى في الليفت، وبعد كده في البوتم، وبعد كده هنا 4 في الليفت في الابر، وبعد كده توب، وبعد كده ليفت، وبعد كده بوتم، وبعد كده ايه وهكذا، كاني بعمل ايه اراوند. ليه؟ لان الالكترونز بيبقى اراوند السيمبل بنفس. انت بنبدا سنجل، وبعد كده لو هو زاد increase 4 electrons يبقى هعمل ايه بير. يعني هي بنبدا سنجل الاول، يعني ما ينفعش اكتب هنا 2 واسيب هنا المكان فاضي. تمام. ما ينفعش اكتب هنا 2 electrons او هنا احط 2 بوينت 2 دوتس وهنا اسيب المكان فاضي، لازم اكون ايه التوزيع بالطريقه دي زي ما احنا اتعودنا. طيب انا هستفاد من الكلام ده ايه؟ انا هستنتج الفالنس، الفالنس بتاع الفالنس بتاع الاليمنتس من خلال الدوتس اللي موجوده دي. عندنا لو هي الكترون واحد يبقى هسميه مونو فيلنس، وكلمه مونو دي لاتين، داي فيلنس يبقى لو هي اثنين، تراي فيلنس ثلاثه، تترا فيلنس اربعه. طيب مور ذان فور بعمل ماينس 8، يعني هنا الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 5، هعمل ماينس 8 يبقى بقى معايا 3، يبقى تراي فيلنس، يبقى 3 يبقى تراي فيلنس. هنا 6 الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 6 ماينس 8 يبقى 2 يبقى باي فيلنت هنا. طيب هنا هيبقى 7 ماينس 8 يبقى 1 يبقى مونو فيلنت.
طيب هنا 8 ماينس 8، 8 ماينس 8 0. طيب يبقى احنا هنستنتج من هنا النوبل جاز او الانرت جاز الفالنس بتاعت الاليمنتس بتاعتها ايكوال 0. ليه؟ عشان هي كومبليتلي فيلد. نخش على جزء جديد اللي هو ديترماين ذا بوزيشن اوف جروب اي اليمنتس. Write the electron configuration of the atom. عندنا كربون كإكزامبل، عندنا كربونز في 2 electrons في ال first energy level and second energy level في 4 electrons. يبقى أنا عندي كام number of energy level؟ 2 energy level اللي هي K وال L 2 energy level. يبقى number of energy level ده indicates لل periods number. يبقى هنا أدام في 2 energy level يبقى ال period عندي 2، يبقى period numbers 2. تمام خلاص. طيب هشوف ال number of electrons in outermost energy level او last energy level. هنا هيبقى 4 ال energy level، ال last energy level equal 4، يبقى groups equal 4. يبقى هنا indicates لايه؟ ال number of energy level indicate لل period numbers، ال number of electrons in last energy level indicate لل group. تمام يا شباب؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا بعد كده الاكزامبل، يعني مثلا عندنا الهيدروجين، الهيدروجين فيه الكترونز، الكترونز لما تعمل كونفيجوريشن ليه هيبقى في لما تعمل كونفيجوريشن هيبقى جروب 1، هيبقى في انرجي ليفل 1، وعندك الالكترونز اوتر موست انرجي ليفل 1، يبقى هو هيبقى في بيريود 1 وفي جروب 1. تمام؟ عندك بعد كده الصوديوم لما تيجي تعمل كونفيجوريشن هيبقى 2 8 1، يبقى انا عندي 3 انرجي ليفل. لما يكون 3 انرجي ليفل يبقى هي عندنا بيريود نمبر 3. تمام. الاوتر موست انرجي ليفل 1 الكترونز يبقى جروب 1 ايه. خلاص يبقى ده ازاي. طيب لويس طبعا ايه زي ما احنا متعودين. في هنا تيك كير، بيقول لك تيك كير اكسبت فيها حاجتين اكسبت. النيون، لو النيون، النيون لما تيجي تعمل كونفيجوريشن هيبقى 2 8. تمام. لان هو الاتوميك نمبر ايكوال 10. لما تبقى 8 مفيش جروب اسمه 8 اصلا، فاحنا سميناه جروب 0، يبقى جروب 0. الهيليوم نفس المشكله، عنده هيبقى 2 الكترونز، 2 الكترون في اللاست انرجي ليفل، ما ينفعش يتحط في جروب نمبر 2، هو انرت جاز، وبالتالي حطيناه في الجروب 0 او اللي هي ال 18. تمام. خش بعد كده. طيب انا هعمل لك العكس. يعني ايه هعمل العكس؟ لو قلت لك دي احنا قلت بنديك الاتوميك نمبر وانت بتجيب الجروب والبيريود. طيب لو انا قلت لك ان في اليمنت مثلا اكزامبل ده اليمنت اكس في بيريود نمبر 2، هتفكر كده يبقى النمبر اوف انرجي ليفل هيبقى 2. نخلي كده، قال لك هو في بيريود نمبر 2 يبقى عندنا 1 و2. طب قال لك في جروب 7، جروب 7 يبقى الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال كام؟ 7. طيب انا عارف ان هنا الكي ده في ساتيوريتد باي 2 الكترونز. طب ما اجي اعمل، عايز اجيب الاتوميك نمبر، بعمل بلس 2 يبقى ايكوال ايه؟ ها 9. تمام. هنا located in 3 period، 3 period يعني 3 energy level، 3 energy level K L M. تمام. طيب وقال لك ان هو في الزيرو جروب. كلمة زيرو جروب يعني ال outermost energy level equal كام؟ 8. تمام. انا عارف ان K فيه saturated by 2 electrons، ال L saturated by 8 electrons. يعني لما نيجي نعمل plus 2 plus 8 plus 8 يبقى equal ايه؟ 18، اللي هو الاوتر موست الاتوميك نمبر بتاعه هيبقى الزد هنا ايكوال 18 والزد هنا هيبقى ايكوال 9. تمام. فهمنا الكلام ده ولا مو فهمنا؟ بيقول لك in the same period in the modern periodic table the atomic number of element exceeds that periodicity preceding element preceding element sorry preceding elements by one. يعني ايه الكلام ده؟ يعني
ان الاتوميك نمبر انكريز 1 الكترونز ان بيريود. يعني اديني اكزامبل كده. يعني لو قلنا مثلا اكزامبل الليثيوم الاتوميك نمبر ايكوال 3، هيجي بعديه في نفس سيم بيريود البريليوم، البريليوم هيبقى 4، هيجي بعد كده برون هيبقى 5. يبقى ايه هنا انكريس 1 الكترون في ان سيم بيريود. تمام. طيب بالنسبه للجروبس، الجروبس انكريس 8 الكترونز، انكريس 8 الكترونز. يعني لو قلنا الليثيوم هنا 3، هيجي بعديهم هعمل بلس 8، يبقى اللي بعديها هيبقى كام؟ هيبقى 11، اللي هو الصوديوم هيبقى ايه 11. اوكي. نخش على جزء جديد اللي هو الاكتيفيتي البروبرتيز وكونفيجوريشن اكوردنج تو يعني ديبند، يعني الريليشن بتوين الكونفيجوريشن او الاتوميك نمبر اند بروبرتيز، الريليشن بتوين اتوميك نمبر والبروبرتيز. انا عندي الريديوس، الاتومز ليه ريديوس، اني اليمنت ليه ريديوس. طيب انا عندي ريديوس دي، انا بشوف السايز بتاعها ازاي. وين انكريز اتوميك نمبر، وين انكريز اتوميك نمبر انكريز الاتوميك ريديوس. تمام. طيب element in same group، يعني ايه الكلام ده او التيبل ده معناه ايه؟ لو احنا بصينا كده ان الاتوميك ريديوس هنا في الليثيوم ده جروب الالكالي ميتال وده جروب الهالوجين، تمام، ده 1A وده 7A، هنلاقي 157 وبعد كده increase 191 وبعد كده increase 235 وبعد كده يعني بيحصل ايه؟ بيحصل increase، يعني بيحصل هنا ايه؟ increase. طب هنا ها بيحصل ايه؟ ها 99 وبعد كده 114 وبعد كده 133 وبيحصل لها ايه؟ increase. يبقى انا عندي، انا بعمل differ between ال 1A اللي هو الالكالي ميتال والهالوجينز، تمام؟ بيحصل increase في الجروبس من بوتون، من توب تو بوتون. يعني لما تيجي تعمل كده بيحصل ايه؟ انكريز للاتوميك ريديوس، الاتوميك ريديوس سواء كان في ال 7A او ال 1A بيحصل له ايه؟ انكريز. طيب بالنسبه للميلتنج بوينت والبويلنج بوينت، هنا ركز كده 181 98 وبعد كده 64، يحصل لها ايه؟ بيحصل لها ديكريز. يبقى الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت بيحصل له ديكريز وين انكريز اتوميك نمبر. مش احنا متفقين ان انا لما من التوب تو بوتن انكريز 8 الكترونز، تمام، يبقى انا عندي ايه؟ بيحصل انكريز من التوب تو بوتن، صح؟ طيب يبقى انا عندي الميلتنج بوينت بيحصل له ديكريز وين انكريز ايه الاتوميك نمبر، تمام. لما يحصل ازود الانكريز الاتوميك نمبر بيحصل ديكريز للميلتنج بوينت والبويلنج بوينت في الالكالي ميتال. ده بالنسبه للالكالي ميتال. طيب بالنسبه للميلتنج بوينت والبويلنج بوينت الخاص بالهالوجينز بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها انكريز، بيحصل لها ايه؟ انكريز من التوب تو بوتن، من التوب تو بوتن بيحصل لها ايه؟ انكريز. يعني عكس الالكالي ميتال، يبقى الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت في الهالوجين بيحصل لها انكريز. تمام. مش مطلوب حفظ الارقام دي، مطلوب بس تفهم ايه اللي بيحصل له انكريز وايه اللي بيحصل له ديكريز اكوردنج تو اتوميك نمبر ومن توب تو بوتن في سيم جروب. طيب عندنا بارت اللي هي دي مهمه جدا، اللي هي فيزيكال ستيت اوف سبستانس، الفيزيكال ستيت سبستانس اند الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت ريليتيف تو روم تمبريتشر. لو انا عايز سبستانس عندي وعايز اقول ده سوليد او ليكويد او جاز،
ازاي، او انا اقدر احوله، يعني ازاي اقول ان الماده اللي قدامي او السبستانس اللي قدامي ده according to melting point و boiling point. لو انا اديتني ارقام وقال لي ان الفيزيكال ستيت للسبستانس ده ايه، هترد هتقول له ايه؟ هقول لي شوف الارقام، الميلتنج بوينت لو هي والبويلنج بوينت مور ذان 25 يبقى ده سوليد، تمام؟ لو الميلتنج بوينت ليس ذان 25 والبويلنج بوينت مور ذان 25 يبقى ده ليكويد، تمام؟ لو ليس ذان الاثنين يبقى دوت جاز. خلاص هندي اكزامبل كده، الميلتنج بوينت 38.83 والميلتنج بوينت 356.7. طيب انا عندي نمبر 1 دي مور ذان 25 ولا لا؟ دي مور ذان ودي مور ذان، يبقى هنا اول واحد ده السبستانس بتاعه ايه؟ سوليد. يبقى اول واحد السبستانس بتاعه ايه؟ سوليد. طيب نيجي لنمبر 2 ده ماينس 38، 38 هنا ماينس 38 يبقى عندنا ليس ذان 25. طب وهنا ماينس برضو 300 يبقى هنا ليس ذان 25، يبقى دوت يبقى يعتبر جازس. طب انا لو قلت لك مثلا ان ده 38 والبويلنج بوينت ماينس، يعني مثلا لو قلت هنا هنا ليس ذان اللي هي ماينس 38 وقلت في البويلنج بوينت 300 ده، تمام؟ يبقى دوت بنتكلم في الليكويد كيس. يبقى احنا فرقنا بين السوليد والليكويد والسوليد والليكويد والجاز عن طريق الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت. طيب اخر حاجه عندنا الكيميكال اكتيفيتي، عندنا جروب 1A اللي هو الكالي ميتال. طبعا الالكالي ميتال الاوتر موست انرجي ليفل ايكوال 1 الكترونز، لما يكون 1 الكترون بيبقى فري easy to react with other elements، وبالتالي ده more activity، ده more activity. عندي بعد كده عندي الهالوجين. طيب الهالوجين بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها decrease chemical activity with increase atomic number، تمام؟ يبقى هنا بيحصل increase when increase atomic number، هنا increase chemical activity، هنا decrease chemical activity. وقال لك ان في هنا two atoms more activity اللي هو cesium activity metal، وهو الفلورين ده non metal اللي هي more activity، تمام؟ طب لو انا عملت differ between الالكالي metal والالكالين earth metal، هقول ان الالكالي metal ده more activity more than activity alkaline earth metal، تمام؟ شكرا، جزاكم الله خيرا.